نتابع أيضا هذه الانطلاقة ونتابع هذا التحدي علما أن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط ومن الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. على بركة الله نبدأ بفرز المراكز وجمايل علي بن حمد بن مقارح من يتقدم مع جمايل في هذا المسير وفي هذا الانطلاق. تليها على المركز الثاني أسباب والركض يبقي له أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي من يقدم لنا أسباب المركز الثاني. المتابعة من المركز الثالث فتأتينا أيضا صوغة غانم بن علي بن حمودة الظاهري تتقدم بالمركز الرابع. الطيارة سيف علي بكليب من يقدم لنا الطيارة برابع المراكز. المتابعة من المركز الخامس أرى في خامس المراكز فهناك أيضا شعارات قادمة بكل قوة وبكل ثقة نتابعها في هذا التحدي. مصيحة لأحمد بن سعيد المزروعي يتقدم بالمركز الخامس. وسادس المراكز قطنة عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني الذي يقدم قطنة في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. نقلة تالية إلى المركز السابع فالوصول من أسيل وعبد الله بن محمد بن صالح الخليفي يقدم لنا الأسيل وبنت الأصيل أيضا تتحدي حد في هذا المجال. المتابعة من ثامن المراكز وهنا الرابع سعيد بن منال بن غدير الاشتبي. والمركز التاسع تأتينا أيضا عسيلة وأحمد بن سيف الزفين المهيري. والمركز العاشر فهناك الوصول من سقطرة وعبد الله بن محمد بن معضد بن جبر. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للعشرة المراكز الأولى. وهكذا ننتهي من إذاعتنا ونيدانا الأول لنبحر مرة ثانية مع المواجهة بين أبناء القبائل في هذا الشوط. على المركز الأول أشوف المقارع أشوف بيكليب أشوف بن رشيد هناك أيضا الظاهري يعني شعارات قوية شعارات في آي بي تتنافس على نيل الشرف وعلى نيل النار ولكن راعي الطيارة أقلع مبكرا أيضا وهو من يقود الطيارة الكابتن سيف علي بكليب من يقدم الطيارة بأول المراكز. ولكن بن مقارح أيضا بن مقارح مسيطر وبن رشيد يتابعهم أيضا خطوة بخطوة في هذا التحدي. المركز الرابع أيضا هناك صوغة غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يتقدم بالمركز الثالث. والمركز الرابع والخامس فالوصول أيضا من قبل قطنة عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني من يقدم لنا قطنه في خامس المراكز. اشوف ايضا اسيل قادمه عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي من يتقدم سادسا بن منانه مع المركز السابع ليقدم لنا الرابع سعيد بن منانه بن غدير الاستبي. اما المركز الثامن مصيحة لأحمد بن سعيد المزروعي يتقدم بالمركز الثامن. تقريبا هذه المراكز الأولى هذه المراكز الأولى ولكن الشوط فيه ما فيه من تحدي فيه ما فيه من قوة شعارات فيه ما فيه من قوة أصايل يتنافسا في اليوم الأخير في مهرجان المرموم 2015 في الفترة الصباحية. ولكن انتظروا الفترة المسائية انتظروا الفترة المسائية هناك الحدث الأكبر هناك التحدي الأكبر مع الأربعة الأشواط الرئيسية لهجن أصحاب السمو الشيوخ المهم. نتابع هذه الأجواء نتابع الطيارة اللي بدأت تقلع بالمركز الأول الكابتن سيف علي بن كليب من يتقدم ويقلع مع الطيارة. ولكن بن رشيد أيضا بن رشيد وبن مقارح والظاهري هم من يتابعونه. أوعدكم وعد في هذا الشوط أنها بتكون معركة قوية معركة داحس والقبرة معركة لا لها نهاية إلا خط النهاية. نشوف 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 هذا وهذا المسك على المركز الأول. بدأوا يتبادلون المراكز كل واحد يراقب الثاني كل واحد يخطط للثاني تخطيط سليم. ولكن بن مقارح ما زال يقود مع جمايل جمايل علي بن حمد بن راشد بن مقارح هو من يقدم جمايل. المركز الثاني يأتينا بن رشيد يتقدم في هذه اللحظات ليعلن وجوده أيضا متربعا مع هذا الشعار. المركز الثالث أرى أيضا هناك صوغة غانم بن علي بن حمود
الظاهري والمركز الرابع. الطيارة شبه أنها نايمة نايمة نايمة، ولكن هذا النوم، هذا النوم تحتها شيء، تحت رأسها شيء. هذه الهداوة اللي نشاهدها من الطيارة وهي تختل تختل، قمت أختل وحبي. الله الله الله، شوفوا 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 الإثارة، شوفوا الطيارة. الرابع بدأت تقترب، أو الخامس بدأت تقترب أيضا، بشعار عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني يتقدم خامسا. المركز السادس أرباح، أرباح قادمة، أو الرابحة لسعيد بن منادى بن غدير. نجتمع من يقدم لنا الرابحة في سادس المراكز. والمركز السابع أرى أيضا هناك بصيحة لأحمد بن سعيد المزروعي. والمركز المركز الثامن، المركز الثامن تأتينا أسيل عبد الله بن محمد بن صالح الخليفي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، العشرة أو الثمانية المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم. ولكن المراقبة القوية بنكون عند دائرة الصراع ودائرة التحدي على المقدمة. ما زال بن مقارح، ما زال بن مقارح يساير الأمور مثل ما تشاهدونه، مثل ما تشاهدون شعاره، هذا الشطرنجي الذي يتقدم مع جمايل علي بن حمد بن راشد بن مقارح. هو من يتقدم، ولكن الظاهري، الظاهري يهاجم المقدمة. الظاهري بدأ أيضا يرسل إشارات الخطورة مع صوغة غانم بن علي بن حمودة. الظاهري بن رشيد أيضا يتواجد مع أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. والطيارة ايضا تتواجد الطيارة، وسيف علي بكليب من يقدم لنا الطيارة بالمركز الرابع. والمركز الخامس رقطنا عبد الله بن محسن الشهواني. هني ايضا اسيل قادمة، اسيل يا بنت الاصيل تقترب، تقترب ايضا بهذا الشعار، شعار عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. وبن منانة يقدم لنا الرابعة، سعيد بن منانة الاجتبي. والمتابعة من المركز الثامن، فالوصول من مصيحة احمد بن سعيد المزروعي يتقدم بالمركز الثامن. هذه النتيجة، ولكن الناموس أين يذهب؟ الناموس يلي متابعين يا ابن غراب، يا الحبسي، يا العويسي، رشحوا إذا بترشحون في هذا الشوط، لأن بدينا نواجه يا ابن غراب وين؟ نشوف ابن غراب يقول لي بتسبق برشحنا، يلا نشوف منو بيكون له النصيب الأكبر. النصيب الأكبر مشاهدينا الكرام بن مقارح، ما زال بن مقارح يقود المسير، يقود التحدي وعلى المركز الأول. ولكن بن رشيد الله الله الله، بدوا هالجميلة يرفعون إشارة الخطر. وهناك الظاهري يتقدم في هذه اللحظة من المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الثالث يتقدم قانم بن حموده الظاهري. والمركز الرابع تأتينا الطيارة في هذه اللحظات تقترب بشعار سيف العلي بكليب، يتقدم رابعا. ولكن الخوف من قطنه واصله بشعار عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني. هو من يقدم لنا قطنه في هذه الاجواء، بدات تتجاوز، بدات تطوف على الرابع، بدات ايضا تغير على المراكز الاولى، بدات تندفع وتشق طريقها الى المراكز الاولى، تتجاوز المجموعه الاولى اللي صمدت يمكن 6 كيلومترات مع المركز الاول. ولكن التبديل بدا والتغيير بدا على الناموس من قبل قطنة عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني. المركز الثاني صوغة غانم بن علي بن حمودة الظاهري، هو من سار مع قطنة. هناك أيضا بن مقارح وبن رشيد بدأوا يحركون، وبن كليم مع الطيارة، وأسيل قادم عبد الله بن مبارك الخليفي، قادم الخليفي. يا سلوم بدأت المعركة الكبرى، بدأت المعركة الحقيقية، ولكن بدون سيف وبندق وجنبية بدأت المعركة الكبيرة. يا سلام، معركة أهل الهجن، معركة الناموس، معركة التحدي، معركة أهل النواميس. يا سلام يا أسيل، فوداعت الله، مع السلامة. هسير راحت عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. الروح يا ولد، روح مع الناموس. ولكن بن مقارح أيضا يحرك جمايل علي بن حمد بن راشد بن مقارح، وبن رشيد أيضا، له باع طويل في المنافسة، يحرك أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. الثلاث اللي بهنزان اللقاء أمام لوحة الكيلو
المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير. يا متابعين يا مشاهدين، راقب يلي بتراقب وشوفوا أسيل، أسيل وهي تتحدى في هذا الميدان بشعر عبد الله الخليفي وابن مقارح أيضا ما يستسلم، ما يستسلم بهذه السهولة. بن رشيد يهاجم من الخلف، بن رشيد يهاجم من المركز الثالث. هل جميلة قادمون؟ هل جميلة قادمون؟ أهل واميس قادمون، ولكن المقدمة، المقدمة مع أسيل عبد الله الخليفي، ولكن هني جمايل تعتزي وابن مقارح يعتزي وابن رشيد يعتزي. عزوة بن رشيد خطيرة، عزوة بو مانع خطيرة، مانع بن خليفة بن رشيد، يا بن رشيد يا بن رشيد وصلت إلى الناموس، ولكن أسيل. هل جميلة؟ هل جميلة قادمون؟ ولكن أسيل، أسيل 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 وابن مقارح الخليفي، الخليفي روح الخليفي، روح يا راعي ناموس. نشوف يا ابن حويل، نشوف يا ابن حويل، حول على الاول، حول على الناموس. اسيل مشاهدينا الكرام، اسيل تروح بالناموس، اسيل تروح بالناموس في شوط الوداع وختام همس، وختام همس مع مهرجان المرموم لابناء القبائل في اليوم 13. هذه اسيل مشاهدينا الكرام تقترب من التتويج، ولكن ابو مانع، هل جميله يهاجمون؟ هل جميله قادمون؟ اسيل يا اسيل، الخليفي يا الخليفي، بن مانع يا بن مانع، روح حشوف الناموس وين؟ الناموس، الناموس، أبا 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 أبا. هل جميرة؟ هل جميرة؟ هل جميرة؟ هل جميرة؟ هل برج العرب؟ هل برج العرب وصلوا؟ سلام 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 لبن رشيد، سلام. الناموس من المرموم ويلف على برج العرب وينزل في بيت مانع بن خليفة بن رشيد في جميرة. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلتنا اللي هي فهناك جمايل وعلي بن مقارح. المركز الثالث قطن العبد الله بن محتب راهد الشهواني. المركز الرابع، الرابع سعيد بن منال بن غدير. والمركز الخامس وصلتنا اسيل عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى، وهكذا شاهدنا اسباب وهي تندفع بشعار مانع بن خليفه بن رشيد بالسويدي 13. خمس دقائق، خمس ثواني وخمس اجزاء من الثانيه. تهانينا او الناموس على هذا الانتصار الذي تحقق مع بن رشيد في هذه الجوله. المركز الثاني نشوف اللي وصلتنا بالمركز الثاني. الله يقول الحق، جمايل قدمت عرض ممتاز، تشكر عليه العلي بن حمد بن راشد بن مقارح. 13 دقيقه 7 ثواني، 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا او الناموس. المركز الثالث فهناك الوصول من قبل الرابع سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي. التوقيت الزمني الذي تحقق مع الرابع بالثمانية كيلومترات اللي وصلت بالمركز الثالث، عفوا. نشوف قطنا وصلتنا بالمركز الثالث، نعم، العبد الله بن محسن رايد الشهواني. 13 دقيقة 13 ثانية، وفاء وكمالا وتماما. تهانينا والناموس للجميع.